اهلا وسهلا فيكم وبكل متتبعي موقع فوشيا. لكل اللي عم يسالوني انا بلا هلال كيف عم بتقضي الحجر المنزلي، بدي اقول لهم انه انا كثير كثير عم بستفيد من القعده بالبيت. اول شيء عم بعزز اكثر ثقافتي صراحه، عم بقرا كل الكتب يلي ما قدرت كملها بايام العاديه، عم برجع اقرا كل انجازات العالم يلي صاروا، سواء الانجازات الصحيه، الانجازات المهنيه، الاشياء الجديده الموجوده. يمكن لانه الشغل والحياه العمليه والمنزليه بعدونا شوي عن القراءه، فانا اليوم بشارككم هالمعلومه انه بليز اقروه. ومظبوط انه الاولاد اغلبيتهم هلا عم بيكونوا باللايف سيشن، بس بطلب من الاهل كلهم انه يكونوا الى جانب اولادهم، خاصة انه اللايف سيشن بتعطيهم اكسية على الانترنت او على السوشيال ميديا، فبليز انتبهوا شو عم بيحضروا، شو عم بيشوفوا، وشو عم بيكتبوا على السوشيال ميديا، او شو عم بيعملوا فولو لمين، شو عم بينزلوا فيديوز، لانه يمكن بتروح نسوة لما بتروح بنقول خلص احنا هلا عم يدرسوا، لا، الانترنت عنده كذا باب، ما نخلي هيدا الشيء يأثر على ثقافتنا وعلى الكنترول تبع الأهل والمراقبة الجدية. فحبيت شارككم هيدي المعلومة، وعلى أمل أرجع أشوفكم، وهيدي بوصي لكل متتبعي موقع فوشيا.